عليه سر، فمن قضى شهر الصيام إلا وآقبه بأشهر الحج إلى بيته المطهر أحمده وهو أحق أن يحمد ويشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والكوثر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والمحشر. الله أخرجوا زكاة الفطر مخلصين لله ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم وحتى من في المهد. أخرجوها صاعا عن كل شخص مما تطعمون من الذرة والأرز والدخن وغير ذلك من طعام الآدميين. أخرجوها طيبة بها نفوسكم، واختاروا الأطيب والأنفع، فإنها ساء واحد في الهول مرة. فلا تبخلوا على أنفسكم بما تستطيعون، واعلموا أن هذا اليوم يوم عيد يفرح فيه المؤمنون بما من الله به عليهم من إكمال شهر صيامهم وقيامهم وتمكينهم من اغتنام فضائله وشغل أوقاته بالطاعات والقربات، فإن الفرح بذلك هو المشروع. وأما الفرح بنيل الشهوات الفانية والحصول على المطامع العاجلة فهو فرح مذموم غير مشروع. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا اليوم يوم شكر وذكر وأكل وشرب وفطر. يورم بأضيافة الله عز وجل ومخالفة أمره حيث شرع الإفطار فيه، فإنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان لهم يومان يلعبون فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فأبدل الله هذه الأمة يوم اللعب ويوم اللهو بيوم الذكر والشكر والمغفرة والعفو. ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد، كل عيد منها يأتي من بعد استكمال عبادة من العبادات العظيمة في الإسلام، فعيد يتكرر كل أسبوع، وهو يوم الجمعة فهو عيد الأسبوع، جعله الله سبحانه يأتي بعد استكمال الصلوات المكتوبات في الأسبوع. فإن الله عز وجل فرض على المسلمين في كل يوم وليلة خمس صلوات، فإذا تكمل المسلمون صلوات الأسبوع جاء يوم الجمعة الذي جعله الله عيدا للأسبوع، وشرع فيه صلاة عظيمة يجتمع لها المسلمون ويسبقها الخطبتان تشتملان على حمد الله والثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويشتملان على الوعظ والتذكير. كما أن يوم الجمعة هو اليوم الذي أكمل فيه الخلق، وفيه خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها، وفيه تقوم الساعة وتنتهي الدنيا، فهو يوم تجتمع فيه خصائص ويجتمل على فضائل. وقد خص الله به هذه الأمة وأضل عنه الأمم قبلها، وهو عيد إكمال الصلوات المكتوبة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين.
وعيد الفطر المبارك يأتي بعد استكمال صوم شهر رمضان الذي جعله الله الركن الرابع من أركان الإسلام، بعدما استكمل المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم واستوجبوا من الله المغفرة والإتك من النار. فإن صيامه يكفر الله به ما مضى من الذنوب وآخره إتك من النار، ولما استكملوه شرع الله تعالى عقبه عيدا يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له، وهو يوم الجوائز يستوفى فيه الصائمون أجر صيامهم ويرجعون إلى بيوتهم بالمغفرة والرحمة والرضوان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، ومن أعظم ما شرع الله في هذا اليوم صلاة العيد، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال العلماء: تزكى أي أخرج صدقة الفطر، وصلى أي أدى صلاة العيد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليها حتى النساء ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الهيضة فيكن خلف الرجال فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون ببركة ذلك اليوم وظهورته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، عباد الله، تذكروا من مضى، تذكروا من صلى معكم في مثل هذا اليوم من الأعوام الماضية من آبائكم وأقربائكم وإخوانكم المسلمين ممن رحلوا عن هذه الدنيا ولم يستصابوا منها سوى ما قدموا من أعمال، وتركوا الدور والقصور والأموال لم يمنعهم من الموت أموال ولا جنود ولا حصون، ولا ينفعهم عند الله مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، واجعل الجنة الفردوس مأواهم. عباد الله، أيها الإخوة في الله، يقول جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف كان حالنا بالأمس وكيف حالنا اليوم؟ قد غيرنا حالنا بأنفسنا. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ماذا يجري الآن؟ قتل المؤمن كقتل الدجاجة، وأمرنا الله ألا نشرك به شيئا، ومن يعلم عدد الشركة الذي يفعلونها في نيجيريا. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. كيف هذا؟ وقال تعالى أيضا في قوم لوط: أئنكم لتأتون الرجال وأنتم تبصرون. كيف حالنا في كثير منا يفعلون مثل أعمال قوم لوط؟ وقال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. واليوم صار الغيبة كالفاكهة، ليس علينا شيء إلا أن نستغفر الله ونتوب إليه، إلا أن نستغفر الله ونتوب إليه.
ليس علينا إلا أن نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.